السلام عليكم يا اخوانا، ان شاء الله طيبين. اخباركم يا ناس؟ ان شاء الله انتم كويسين واموركم طيبه، ربنا يعني يحفظكم وربنا يحفظ اهاليكم. عندنا بس كلام سريع، يا داني تونس ذاته ما تونسنا، داني تونس ان شاء الله كويسين يا يا دكتور روبي. حبيبنا بوش، حبايبنا كلكم يا ان شاء الله كويسين يا والله. عندنا كلام قلب دار نقوله، بس لا ما بعد ما بقدر اسكت طبعا. عندنا كلام بتاع قلب، عندنا كلام ليجي. احنا طبعا انا ما قسمت عشان بقى شو راح يطلعونا دعامة بالمناسبة، في جيش الشارع وفي جيش مكتب. الكلام ده طبعا الناس عارفين انه احنا كلامنا للجيش، الجيش المكتب، جيش الشارع ده شغال، ما عندنا معه اي كتاب، ما عندنا معه اي كلام ذاته، ما عندنا معه. اما الزول اللي قاعد يغدي، الزول الدار يعمل ده مع نفسه، انا ما عندي انا كلامي للجيش، الجيش بتاع المكتب مش ما قاعد يحارب، قاعد اهي قاعد بيشيل وبودي تعليمات، قاعد في غرفة السيطرة، قاعد في وين، قاعد في بتاع جيش المكتب شغال. جيش المكتب ده قاعد في المعسكر، بيطلع الصباح معاه عمل خاص، معاه مستنفرين، معاه غيره، بيطلع بدك بنية هناك، بيعتمد على التعليمات. والجيش تعليمات، شاء من شاء وأبى من أبى. الجيش ده لو بقى ما تعليمات حيبقى زيه زي الميليشيا دي، ما في أي فرق، ودي زول حالي في قسم. وغير كده تبعاته بتاعت النفس البشرية الواحدة دي، إن قرار زي ده بتقدر تاخده براك، وشرحنا الموضوع ده 1500 ألف مرة. انه انا كزول ضابط كويس عشان اشيل لي قوه معاي اركب راس براي، ما بقدر بعملها، دي اسمها السوسايد ميشن. حتى لو ماشي اعمل الصح الحاجه دي يا اخواننا، ما بتد الجيش ما قاعد يتعامل كده اصلا، ما قاعد يتعامل كده. بتورجي خسايا يا ودادي، بورجي خسايا يا امين يا اخي، انت مال اهلك يا امين يا اخي، ما تمشي مني. طيب اذا بورجي يا اخواننا، اذا شافني بورجي خسايا عندك مشكله، ما عليك الله امشي، عشان انا ما انبزك، والله بنبزك، امشي طوالي لك لو اشوف محل بلك وين ما تشتغل بيانا. ده في الجانب الاول. الجانب الثاني دار نرد على قلة الادب يا اخواننا. العنصرية، في شأن العنصرية اخواننا، بعد الالم والشعب السوداني الصابر ده والله ما قاعد عمل بالعنصرية، فما تنجرفوا ورا المواضيع دي. اي نعم الالم بيكون كثير جوا الناس، والله انا معك، مستفزين وقليل ادب ويعني صعاليق، وشفته وقراصنه شفته بيخلوك تصل اخرك، بتصل حدك. لكن هو قاصد بيعمل الحاجه دي لانه ما عنده وعي، ما بيفرق معه الحاجه دي دار يوصلك ليه، عشان انا عشان تقدر ترد عليه، ولا عشان ترد له بنفسي فهمه ده، فهمت؟ وانس انك ردت له بفهمه ده، طوالي هو بالنسبه له دي شنو؟ دي بوينت. البوينت دي بشيله قاعد يتعامل، قاعد يعمل بقى شنو؟ بيعمل بقى تحشيد، عرفتوا؟ ده أول سبب. السبب الثاني يا أخي، أنت تصبر على الألم ده، الألم بتاع العنصرية اللي بيتكلموا بيه والناس ده كويس، صبرك عليه لحاجة واحدة بس، أنت مش جيش، أي جيش صح ولا ما صح يا أخي؟ عندك زول من نفس القبائل ونفس المكونات دي، والله العظيم شايلين السلاح. أنتوا إذا ما بتعرفوا، وعزة وجلال الله وعزة المعبود، ونقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، في عساكر مسيرية، في ضباط مسيرية، في ضباط في رزيقات عساكر، في ضباط رزيقات، في عندك اسمه شنو، جهاز أمني رزيقات، جهاز أمني مسيرية، عندك من شفت من القبائل الحوازم، مع كل القبائل العربية اللي هو الروتس كلها اللي بتحسبها انها كلها تبع الدعم السريع دي، عندنا ناس واحدين والله العظيم مصنددين ما شافوا اهلهم، ومصنددين وراكزين وراكبين راس وحاملين السلاح وحاملين للارض والعرض، اقسم بالله العظيم. فالحاجه دي يا اخواننا دي بتخليك، ده اسمى سبب بيخليك انك تتغاضى عن الاذى بتاع النازل. لكن من حقك ترد، يعني أسأل زي دار درد على ربيعة ده، برد لي ربيعة وأبو ربيعة وأم ربيعة وأخت ربيعة وجاب أبو ميتين أبو ربيعة، تمسك جيت لقيت ورد الحرام الثاني يا جوج ما جوج، تمسك تفرك وتحش وتقش وترش، من حقك. لكن يا أخي الخطاب بتاع التعميم والخطاب بتاع العنصرية، وإنت بتحس نفسك إنك أي ضاق صدرك. لكن أنا وريتك السببين ديل، السبب الأول تعال نعيده وليوم الدين حنقعد نعيده.
السبب الاول انه يا اخي الكلام ده هم ما عندهم سقف فيه، يعني هسه حيقول لك اي حاجه. ربيع ده هسه حيقول لك اي كلام بالمناسبه، ربيع ده حيستفز اعراضنا عديل، هسه حسمعك له. مش الكلام ده بيخليك تجر للرزيقات وتجر للمسيريه وتجر لدارفور وبتاع. انا ممكن اخليك ازهجك، هسه انا حزهجك بالكلام ده وحستفزك، لكن برضه هو قاصد يعمل الحاجه دي على اساس شنو؟ بالراحة بس، على اساس انه يقوم يجيب شنو تنشل للموضوع ده ويطلع الناس ترد له. ومونس انك رديت بنفس الطريقة بتاعت الحرقة دي والكلام المستفز ده، هو بالنسبة له اخذ نقطة، النقطة بتاعته شنو يقدر يحشد بها. دي واحد. السبب الاسمى من ده في صبرك على الاذى ده انه عندنا مقاتلين داخل القوات المسلحة. فبالله عليك الليلة انا عندي زول ممكن اوصفه لك الان موقعه، قاعد وين شايل السلاح ومصندد وقاعد ديدبان اكلوا في تلتلة وشربوا في تلتلة وصابر وحامد ومصندد مع اخوانه فداء للسوداني وارض السودان وعرض السودان وشعب السودان. هسي هسي كلامي وكلامك ده. لما اجي مثلا انا وديدي ده هسي قول بيشوفني وزاته، انا عندي اصحابي فيهم، فتحت الله شبكتك لك رزقات مسيريه، سبيت دين، عملت اي حاجه، الزول اللي فهم شنو يا اخوانا؟ اي زول عنده عزيز، اي زول الاذى ده ممكن يصله. فانا لحد الان الناس مصنددة، اغلبية الشعب السوداني واعي في الحاجة دي، والله العظيم دي اجر عند ربنا كبير الموضوع ده. وفي نفس الوقت ده بتثبت انكم على اليمين كان نسوان كان رجال، انكم رجال في الصبر على الاذى ده. ده اذى اذى معاك، انا اذى مستفز بخلي الزول، والله العظيم والله الكلام ده مرات بخلي الزول ما ينوم، قرصنة وقلة أدب كده لكن من حقك، وأنا بقول لك وإنت عارف أنا ما بوعيك، إنت فاهم، من حقك ترد عليه والزول زي ده. يعني ربيع ده تمسكه تركبه تركبه تركبه، تمسك الدعم السريع تنفشه تنفشه تنفشه، تمشي تلقى يجوج ما يجوج أي ولد حرام فيهم، دار ترد عليه من حقك ترد عليه، لكن زح قبائله بعيد، لأنه هو شغال في الحاجة دي، هو شغال يعمل كده عشان يجرك للمعترك ده. وأنا بالنسبة لي إنت كونه تتسامع عن الأذى ده وما تجمع في المكونات والقبائل دي، ده وعي ومرجله بعد الازل فيك ده. وربنا يصبركم، انا ما عندي دعوه في الموضوع ده غير انه ربنا بجد يصبركم على الاذى، هذا كبير بالمناسبه، ده اختبار جد. لكن في نفس الوقت العمد والقبائل يا اخوان، العمده ده بيمثل نفسه، العمده ده هو مش نعمل الروتس هناك انك العمده هو المسيطر وهو البتاع، لكن العمده ده دول كلب اشتروا، زول العمدة اشتروه قدامك، اشتروه بيقى بيطبل ودعامي وابن كلب، يبقى مع الدعم السريع خليني من عمدته، انا بجرده من اي حاجه، ممكن تجرده من سودانيته ذاته ود الكلب ده. ما زول مع القزول عمده بتاع قبيله بشرف قبيله حامل لاسم القبيله، ممكن هو عمده مورث في الحاجه دي، بيمشي بكيف مع عبد الرحيم دقلو، الورع عبد الرحيم دقلو بكون ليبي ولا بيكون تشادي ولا بيكون نيجري ولا بيكون مالي. وين عرضك هنا؟ وين غيرتك لأرضك وعرضك؟ ما حاشينا من زمان، أنا جدي خش المهدية وجدي حشر المهدية، ما هو ده طيب ده سيدي شنو؟ ده دي ما العمالة ودي ما الخياسة ودي عدم المرجلة ذات. إيه هلا والله كده. طب أسمع 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 من الكلبة ده، أنا ما هخليك طبعا. هنا داير الأمير يجيبه والي لزالينجا، والي بس داير والي لزالينجا بس، طنبور داير والي زالينجا بس، طنبور ده أرجل من أبوك لأبوهلك. أنا داير أبقى والي الشمالية يا أخوان. هاي أنت بتلعب ليه؟ أنا داير أبقى والي الشمالية ودار أبقى والي الرنين، ما له مشكلة شنو؟ تمام يا دراكولا. أنا واطي من الشمال، إذا حسي أنا كمشرف ترشحت هناك ما ناس الشمال بيجيبوني، يعني أنا ما داير أبقى والي نيال، أنا داير أبقى والي ولاية الشمالية، والي ولاية بن علي النيل. أسمع في مشكلة؟ هذول بيتمنجك كيف؟ خلينا امشي ناس الشمال يقولوا ربيع ده ما دارين، خلاص نعرف ايه يقولوا ربيع ما دارين، لكن انا متاكد كم مشى ناس الشمال بيقبلوا بي وناس نهر النيل بيقبلوا لي، مش ولايه بس. اسمع قلة الادب، ولايه وكمان بدونا معاه كده. ممكن نطلع لنا فيها كمان بمسنى وثلاث ورباعي. عشان تعرف شيء بالله، انت ربيع ابن الجزمه، انت ما هديك الشمال، طب ما تمشي عليها. طيب وانا هسه الكلام ده افترض عنا في الشمال يسمعوه بالمناسبه دي يا اخوي، هاي
والله الجيشات ما تستناوا اتسلحوا ام لا، شفت زي ما كنا بنبني الجوامع وبنبني الفصول وبنبني المدارس، هسه المغتربين على غيره تملوا الشمال ده سلاح فل لحد ما الربيع ده يبقى راجل ويجي هناك ان شاء الله ويشوف الناس المرجل بيقولوا عليهم ديل بيقولوا عليهم شنو عرفتها. وتعشي تعال من اديك مسنى وثلاث ورباع، والله بنركبك واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وداكم المحل ما تقعد تتمنجك كثير. وده دلاله على انه ده انا الدعم السريع ابتداء من اكبر كلب فيهم المرحوم والاهبل ثاني اخوه لحد اخر فيهم، وده اعلام يعني الدعم السريع ده بيثبت لي النظريه اللي انا بتكلم لك فيها انهم هم اللي بيجروا الناس للمعترك ده، هم شغالين 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 عشان يجروا الموضوع لقبليه 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 عشان الكلام ده في صالحهم لما انت لو انت اتجريت معاهم في الخطه. لكن لا يمنع ارد عليك، ما انت ما ممكن تكون حجار وغرسون وكده ونخليك، ما لازم اركبك انا، ما بخليك انا، ما اقعد استعمل قرفك ده واكون ساكت لك يعني. تعال عشان نديك والله العظيم والله العظيم نحملك. وما كلام وما تقول لي المشى مصر يا اخويا، المشى مصر بعدلته والمشى وين بعدلته؟ داك مش الشمال الما فيه رجال، الناس المشوا مصر والدار تهربهم توديهم مصر، والما رجال والما عارف شنو، والهس بيدربوا المستنفرات والهس المستنفرات اللي اتكلمتوا عليهم والغير والغير والغير، ده كله. طيب انت اذا بالمقومات اللي انت بتتكلم عنها دي والناس ما رجال وغير وغير وغير، ما هو داك امشي، ما تمشي، انا هسي مدعوك امشي. مش ساي ولا هو كلام ساي ولا كيف؟ سوق معاك أسامة ده. طيب أسامة القاعد مع أخته ده يا هو ذاك الشمال العربي، أمشي أنا على أمك وأبوك وجدك وأي ابنك كلب فيكم ذاك أمشي. نجي للكلب الثاني، نجي للهبل ده، انا اقول له انا والله يا جوجو مجد احب الطارس طوالي يعني. يا هول كان بيبكي المرة فاتت السودان والسود يعني ده بسم الله والسلام. هم طبعا فخورين بالكلام ده على رسول الله الامين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. تعرف والله انت اما بعد يا جماعه مثل الجماعه دي عندي لي فيديو كده شغاله دخلوا في جروباتهم وقاموا قاعده بيه وودوا ما عارف وين 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 عليك الله ودوا لي جو بايدن ده مسكوا له فيه الفيديو حق ده ولا شو لنا ما تودوني له يعني هذا ردي الكلام يا اخي قال الدنيا دواره ولا ايام دول انت قبل اليوم سلحتوا الناس في دارفور دي واحد. اثنين انتوا من 2003 لحد الليلة نزحتوا أكثر من 3000 حلة أو 13000 حلة. كويس معاك؟ دي واحد. اثنين يا أخوي أنتم ما قلتوا ما في زول أكبر منك، وقلت أمريكا دي تحجزمتك وده الناس كفار تمشي تتحيلوا للمنظمات. لا ما تتحيلوا ما تتنصر يا أخوي، يبقى قدر رجالك أتحملها. نسيت اللي عملته في الناس ولا نسيت اللي أكلته بالناس ولا كيف يا جماعة؟ سلحتوا الناس بالطيارات، قمتوا وقعدتوا، قلت احنا كبار، احنا فراعنة، احنا من المعارف، جاكم موسى يا اخوي جيناك وانا ما بخاف الا خلق الناس اقسم بالله. ايوه نقول اي كلام جوا عينك ده ودي له جدك زادو. ايوه ودي له جدك زادو كويس معاك؟ ودار اديكوا كلام انه دي اعمالكم ودي طباحكم كيف؟ دي اعمالكم. اتليكم. ولكل فعل رد فعل. ايوه. فعلتوا كثير ودر لسه رجع فيكم وبتمنى لكم مزيد من الذل والمسطره والتحايل على العالم ولسه ما زال. احنا والله لو ما تسمعكم كده زحفتوا كده قلت ما نخليك والله. والله اللي طعيت. والله اللي طعيت يا ود الكلب يا كوس. اي عملت في الناس فتن، عملت بشتنت الناس، جعجعت الناس، طلعت اباه للناس، لكن احنا جيناكم ما بنخاف اللي خلق الناس والله. وما دار اكثر حديث، خربنا الحلال في دارفور وكردفان وجبال النوبه والشرق والغرب، انتوا من شمال من الجنوب يا اخ ما خليتوا الناس يا اخي. دار تقول لي عماتك الان استلفي دي دار تبكي ليه؟ شنو انت شالوا منك شنو؟ ثلاجه؟ ولا شالوا منك عربيه؟ انت شو ارواح الناس يا زلمه؟ شلت ارواح الناس انت ما تبكي لي بثلاجتك دي تقول لي اغتصاب يا زلمه. سبحك شنو يا زول؟ انتوا سويتوا في الناس هين يا زول، انتوا قتمتوا الامه دي، طلعتوا ابوالنا الناس، فقرتوهم دستوهم يا زول. اي جيناكم والله جيناكم، بل جيشنا جرار يا زول. دعامة مبسوطين يا الناس كلهم طرش، بس ناس جايين من الله دقيق. وشكرا جزيلا بارك الله فيكم، ويخاطبنا السفيه بكل قبح واقصى. يا واد يا شاعر
دقيقة، وأنا في الفيديو الثاني بتاع الاغتصاب ده. أيوه ده شاف كلك الناس ديل ما عارف اغتصبوا وقتلوا وسرقوا وشاروا حق الناس وما عارف. يا أخي سلام عليك، ده حقنا يا أخوي. لا وإيش معك؟ ده حقنا شنا تمام. واغتصب ما اغتصب، انت مش اغتصب لك اخت ولا اغتصب لك بيت، كما تدين تدان. ايوه دي بلدنا وده حقنا وشنا. ممتاز. ودلنا احنا في الميدان نكسح ونمسح. ممتاز ممتاز، ده كلام زي الجبال. شفتوا كل ثلاثة يا اخواننا؟ بس كدعامة مبسوطين من الكلام ده، حقنا قال. أول حاجة يا جوج وماجوج، يعني البشير ده ذاته الكيزان اللي أنت بتقول فيهم ده، هم سلحوك أنت بالمواطن، عرفتها؟ بعدين أنا يعني موضوع الاغتصاب ده أنا ما عارف، يعني الاغتصاب ده هو أنت بسلاح الكيزان اللي سلحوه لما مشيت ذليل أبو عيالكم اللي اسمه حميد ده، لما مشى رقد للبشير، رقد له عديل كده، رقد له احتمال، عمل له دخل يده احتمال، ما بعرف أنا. قال له سلحني وما سلحني، بعد ذاك مشي سلحك النظام، ما سلحك الشمال، ما سلحتك الثلاجه اللي بتشيلها من بيت الزول. وبعدين يا اخي انت مالك عينك مكسوره كده؟ انت ابوك ما بياكلك ولا شنو؟ انتوا ما عندكم ثلاجات؟ انت ابوك ما اداك ثلاجه، ما اداك عربيه، ما علمك، ما قراك. انا هسي العماره دي ما كده حدام عشان ابوي يجيبها ولا ابو الثاني يجيبها ولا ابو البيت يجيبها ولا عربيته. انا موضوع حقنا ده حقارين فيه. حقنا في ميتين امك، لقيت وين حقك انت؟ لقيته بوين؟ انا دار افهم انا اللي هو يعني، والله انا يعني انا ما بعرف انا يقولوا لكم شنو، انا دار اتعزلت فيكم بطريقه فحشه، لكن ما عارف بس الناس ما دار اصل المرحله دي يعني. لكن حقك بوين؟ يلا دي ده بيثبت لك انه ده الدعم السريع، ده الدعم السريع، ده من اوله لاخره، عرفتها؟ ف الله اكتلوا الناس في دارفور، اكتلوا الناس هنا. اسي جيب اولاد دارفور هنا، اسال اهل دارفور، اسال نساء دارفور، انا اوريك. اسي دقيقه بس، انا ما بحب دائما الاعلام المرئي بيكون كويس. الله نركب امك انت، خليها ابو اهلك انت. بعدين يا اسمك شنو؟ انا بس دار استفزك هنا، دار استفزك معليش يعني، دار استفزك في اسرتك يا يوجو ماجوج انت والدعامه. والله انا ما اغتصبت اختك، والله انا ما لقيت اختك اغتصبتها، والله انا ما لقيت امك اغتصبتها، ما جيت جنبها. والله انت ادوك سلاح مشيت اغتصبت المستضعف هناك في دارفور ده، انت ذاتك عرفتها؟ ادوك سلاح مشيت بعت الناس عديل انت، خليك من هسي. لا قبل، لما كنت اللبوه بتاعت البشير المفضله حمايتي، انت نسيت كان بيقول لك حمايتي منه؟ فالاغتصاب ده انا شخصيا وباقي الشباب شلت ثلاجاتهم وشلت عرباتهم، وممكن اغتصبت كما تدين وتدان ديل. ما في زول فيكم مشى لحلالك ومشى شحت اختك ولا قبض اختك كده من يدها ومشى ركبها، ما حصل الكلام ده. الا امك انت لابوها، انا ما بعرف، انا ما دار اظلم امك، لكن ظاهر من تربيه امك ولا اختك ما شاء الله عليها، عرفتها؟ ما هو ما كما تدين وتدان في الاغتصاب، انت زول ابن حرام ابن لابوه في راسك ده ولا شنو؟ والله العظيم ما هو انا بقول لك كلام زي ده. هل في زول هنا؟ انت هو يا اللي بتعاينوا هنا، انت مشيت ركبت وخدت ناي ده وخدت يا جوج وماجوج ده، هل في زول اغتصب واحده من العفن ده؟ خدت يا جوج وماجوج ده في زول ركبها يا اخواننا؟ ورونا اذا زول ركبها، عشان على الاقل ما اعرف اذا لقاها ثاني يقوم يركبها ثاني ويقول لك ما تدين وتدان. في زول ركب ام الواد ده؟ لكن اشك امك يا جوج وماجوج الان، وانت قاعد بتدي نفسك رخيصه لالدقلو وغاشنك بالكلام ده، امك الان ممكن بتعصر في دنقل الميت المصاب، ممكن بتغير له الجرح. انا ما دار اظلم امك، والله ما دار اظلم امك، ما دار. احتمال الان ممكن بتعصر في اقل دقلو، مخلينكم انتوا قاعدين في الخرطوم بين ست شاي لكركور لكركور، مدسي من حته لحته، بتكون الان هي واختك واخت وكريمتك اللبوة بتعصر هناك وكما تدين وتدان ولا كيف؟ لكن انا متاكد تماما، انا مما اتولدت في السودان ده، انا لا ادوني سلاح قال لي امشي دارفور، ولا ادوني سلاح قال لي امشي اغتصب زولا، ولا امشي اغتصب لي راجل، ولا امشي شيل لي حق زول، لانه انا والله مربيين، كل الشعب السوداني ده مربى. لكن انت الظالم، انت الظالم، يعني زول بيقول لك الكيزان وانت هو الاداه الباطشه بتاعت الكيزان، انت ذاتك يا يوجو ماجوج تقول لي الليله الواحد يبكي عشان تلاته؟ يا زول تلاتي دي اسي تلاتي دي ذاتها اغلى من امك وابوك واختك وجابك، والله العظيم التلاجه دي خليك من الروح وخليك من الاغتصاب وكما تدين وتدان.
انت مفترض من العمل الخاص بعد كلامك ده يشوفوك اول حاجه يركبوك ويصوروك زي ما صورت الشهيد شكاك. متذكروا شكاك؟ اذكرك له. متذكر شكاك؟ اذكرك له يا يجوج. شكاك اللي كان صوركم بس بالغلط. مشيت جبتوه خطيتوه حاله لحد ما قتلتوه، صورتوه حاله في الواتساب وريتوه لاهله من تلفونه، خطيتوه ستيتس، خطيتوه حاله في الواتساب بتاعه عشان اهله يشوفوا بتضحكوا وبتتعرصوا فيه. فانا بعيد لك تاني، ما في زول اغتصب اختك. لكن بعد كلامك ده كما تدين تدار احتمال القوى يشتحها والله لما هي تتكيف، احتمال. فكما تدين تدار، فخلوا الساعه على قدي على قال هوي. خلوا الساعة على قدي، أنت الآن بتقاتل وممكن تموت وما عارف بتموت على شنو، وخلي أختك هناك ما معروف مع منو هسه، احتمال مع عمر جبريل؟ أخته وين؟ أختك وين أنت مع عمر جبريل؟ احتمال والله وارد، وارد عمر جبريل ما قاعد بينها وأنت قاعد تقاتل. جانا الطقش. طيب نمشي تاني. ويجي بيثني كلامك الربيع، الربيع اللي كان عامل لقاء مع قائد ثاني قال. بيثني كلام يقول لكم الكلام ده فيه شنو؟ هم ناسين نفس الناس اللي هم اللي بيقتلوا الناس، هم ناسين نفس الناس اللي بيطفشوا يوم الليله بيبطشوا بالناس. دقيقه وانو التقرير بتاع السين تاني نفتحوا تقرير السين. اسمع ها كما تدين تدان قلت لي دي مش دارفور؟ قال قلت لي ما دار تمشي الفاشر الليله ها؟ والله يا اخي اتمنى لك ما تمشي الفاشر، مش ما دار تداوش. قلت يا اخي كلامكم كله عنصريه، ما دار نمشي الفاشر وده تسجيلاتكم يقول لك ما دار نمشي الفاشر والحركات نخلي لها، لكن بنكلم الجيش ينسحب والحركات تستلم الفرقه والجيش. تقدر انت ابني طقشه في راسك ده ولا شنو؟ كيف يعني يا زول؟ امشي لهم طيب في الفاشر دي امشي لهم. لكن قال احنا مجهودنا قدام في الشماليه في كردفان وما عارف في وين، قال ده كردفان حقتنا مجهودنا حيكون كله لقدام في بورسودان والشمال. شغل شغال يا اخوانا؟ اوكي اوكي شغال اوكي. بس دار اذكر يا جوجو ماجوج قال لك ما تدينوا تدان ها؟ كشف. كما تدين تدان كما تدين تدان. يا سلام دقيقة عم دار اوريكم ما تدين تدان ها؟ بيتكلم عن دارفور واهل دارفور وبتاع. عينو كما تدين تدان دي كيف؟ Social media footage widely circulated last week showing RSF soldiers and supporting militia rounding up men. Harassing them. Threatening them. Come able to geolocate these videos, placing them in Ardamata, an outlying district of Al-Jinena, the capital of West Darfur, where some of the worst atrocities during the recent war have taken place. Over the last year during the war in Sudan, the RSF have targeted members of African tribal groups, including the Masalit, who claim Darfur as their ancestral land. Many of the RSF belong to tribes which, unlike the Masalit, claim Arab ancestry. What we are about to show you is very disturbing. المسالد فلول ها؟ كما تجينوا تدان. These are the recent images emerging from Darfur. What you are looking at is a mass grave filled with a dozen bodies. Some are alive, others clearly dead. One man can be seen throwing earth on top of another, even though he is still alive. A man off camera can be heard shouting as someone appears from beneath a pile of dirt. He quickly buries his head back into the earth. We don't know the fate of these men. It's also unclear whether the men seen in the ditch come are the same men Sudan. As those in the video running from RSF soldiers and militia loyal to the RSF. But it does illustrate the newest, most horrific pattern of violence in the region. Communication in Darfur has been deliberately choked by the RSF. It's been excruciatingly hard to understand exactly what's happening there. A few months ago, we traveled to a refugee camp in Adre, Chad, where survivors and eyewitnesses of these brutal attacks were able to cross the border. One by one, brave survivors came forward wanting to share, to document what has happened to them.
describing the horrors from the city of El Jinana. Stories of rape and enslavement. يعني اننا من دخل العسره اسمع اسمع كما تديروا دول انا اسمع نادى ابوي اسمع he said to my father we're going to rape your daughter in front of you سامع يا جود the RSF said leave these ones we will find better ones to sell these ones let's rape them سامع textbook ethnic cleansing these are the hallmarks of genocide CNN interviewed over a dozen survivors and eyewitnesses in El Jinana, where civilians were targeted and where women were being sold from slave houses. There were RSF soldiers outside, and they beat me until they forced me into the building. Inside, I saw 9 or 10 girls, some without clothes. They told us they will sell us very cheaply. They said, we kill all the men. We will not leave any black skin here. You have to leave. Get out. They said they will be the only ones to sleep with us, because if we have our own children, our sons will one day take revenge. She managed to escape but was recaptured and brought to a different location where she was repeatedly raped. But it's not just women being affected. Mahdi, who's only 16, was kidnapped by the RSF and his brother. The Mahdi was Darfur, ya Juj Majuj, ya Rabi. على الوقت تمرينا في كل جو هذا اي واحد يجي يشوفنا مننا نقول الولد القوي قوي يعني يصير لا يجي كده بس شافني كده يظل امل شاف كده انا وقدك مربطين ويقولنا ما شايفين انت ما شايفك انت شايفه وحبشك شايف هاي ودك دقاني ده دقاني في محله ودك قال لي ولد ده انا ولد ده نشيله انا ولد ده نبي منك نديك قريش كده The word slave in Arabic is a racial slur, equivalent to the N-word, so we're bleeping it out in his testimony. Mahdi doesn't know how much they bought him for, but he was eventually taken to another location where he was forced to work. He says his brother taken at the same time was killed by the RSF. Survivor after survivor told CNN how the RSF spoke of wiping out the African descendant Masalit. It's Masalit ancestral land in Darfur that the RSF are currently occupying. Part of a fertile landmass that the command... احنا دارفور يقول لك ما دارين نتقاتل تاني والناس اللي دار يفتنونا والاستخبارات الكلام ده هسي ولا بعيد هسي هسي ده هسي الكلام ده في ارض متينه قريب اول ما دخلت الجنينه يا اخي كذابين يا دعوان على ابوكم ذاته كذابين يا اخي كما تدينوا تدان للمساكين صح؟ ها؟ كما تدينوا تدان انا والله ما مزعلني الا بتبرر الاقتصاد تقول لي كما تدينوا تدان وكان بيدك انت ذاته الموضوع يعني اهلك ما بدهم يسالوا يعني يعني شباب في الله زي ما وريتك يعني قبل ما في زول اغتصب اختك يعني ولا في زول اغتصب امك انت البل ما جيت اغتصبت المستضعفين هنا وجاي تقول لي انا هنا القاعد تقول لي يا اخي كما تدين تدان ها ويجيني الكلب بتاعكم ده الربيعه ده قاعد مع الاهبل الثاني ده يقول لي احنا دارفور ما دايرين فيها ما داير فيها خدت قاعد تبيع الناس ما هو ده قدام الناس بعد ده المكابر ده بعد ده مشكلته هي فانت دعامه بس اخره يعني انتوا يعني أسوأ حاجة في العذاب الواحد متمني يشوفه فيكم وبعد يعني بعد الواحد ما بيشفي في الصدور والله العظيم بكذب بكلم جاد يعني طب نمشي للموضوع الثاني يا اخوانا وي الحاجة دي إعلام الجيش ما دار يقولها نقولها نحن أي مواطن بيتواجد في الميليشيا مع الميليشيا بتكون الموضوع ده بشكل خطر على حياتك أنا ما دار أقول لك لأنه حارة أقول لك أنت هدف عسكري لا لا ما حقول لك كده الحبيب اخونا مرتنا بنتنا بنت عمنا ولا اي شيطان مش مواطن انت يا معلم تواجدك مع الميليشيا بتمشي لله انا اجمل لك اكثر من كده تواجدك مع الميليشيا مع تجمعات الميليشيا بالنسبه للجيش هدف عسكري ونحن موافقين له في الحاجه دي ولا بكذب عليك بعد ذاك انت تبقى متعاون انت متعاون ده بالنسبه لي انا ما حسميك متعاون انت جندي من جنود الدعم السريع تستحق تتركب عديل ما تموت تتركب عديل لكن كمواطن يا اخي الحتات اللي فيها دعم سريع ابعد منها وانا هسي الجيش الضربه بتاعت الكوبري دي مفترض طوالي يلف كده تاني ويقوم يشيلك ويركبك فيها تاني وخلي القحاته يصرخ وخلي يقولوا ما في انسانيه ما في زفت الطين ما في بتاع ولا بندس عليك
الأز الساكتين عليه والناس كتير يا شيخنا، والناس اللي بتقول لي ياكلوا من وين والعمليه فيها كيوت وبتاع، اخونا ما هو ده الناس دي تاكل من وين؟ في ناس في مصر راسي ما لاقين تاكل، في ناس في الشماليه دي ما لاقيه تاكل، في ناس في نهر النيل ده ما لاقيه تاكل، في ناس في دارفور ما لاقيه تاكل، في ناس في الشرق دي ما لاقيه غطا يتلم على، في اسر شهداء يا ابناء الحرام قاعدين برا في المدارس، قاعدين في الايواء، وممكن الليله ما لاقين حته ينوموا فيها، انت بتقول لي شنو؟ ما تاكل انا على الميتينك ذاته، ما تاكل تاكل ليه انت يا زول؟ ازدواجيه بتاعت معايير من القحاطه دي والله المفروض الزول مش يقطع بيكم زلط، يعمل بيكم السبعه وزمتها. كل الشعب السوداني ده ماسي معاني. اللي ما المراه ما لاقي تاكل البتاع، المقعده وسط الدعم السريع بتبيع البنجو بيبيع العرق شنو؟ ركب الطيران جا يوم تم، نسال الله انه مدنيين، لو في مدنيين ماتوا هنا، نسال الله انه ربنا يتقبله بما جزاء ما فعلوا. قاعد مع الدعامة عندك شنو تاني بنعيدها؟ سوق دقلو، سوق مرقو، سوق المركزي، سوق أي زفت الطين، تواجدك مع الميليشيا خطر عليك وأنت في السيرة بعدك. دار تاكل أرض الله واسعة، امشي وكل زي الناس اللي زي الناس اللي قاعد تاكل دي، ما الناس زي قاعد تاكل، الناس دي بل في بالما في قاعد تاكل، محل العمارات السرقوها علي، السرقوها دي، في ناس كان عندهم مليارات وبقروشهم وبحلالهم، كلب فيهم ما اداهم جنيه، أكلهم ماكلين حلال بلال، شلت حقهم كلهم، مشيت شلت بالكار وبالدفارات، الزول ده الليلة عشان هو ذكر وابن ذكر ومرة محترمة ومرة مكافحة ومحتسبة وصابرة على الأذى ده، بتمشي تلقاه في مدني قاعد تبيع لها ليمون، بتمشي تلقاه فاتح لها محل باسطه، هوي يا زول هوي انا على ابو شكلك ذاته، تقعد مع الميليشيا بماليكيا بتنزعج، انا ما حجمل لك، تقعد مع الميليشيا بتتركب، تقعد مع الميليشيا ثاني، يا مواطن تقعد مع الميليشيا بتتركب، زح من الميليشيا، محل ما تلقاه، امشي اعمل سوق جنب حلتك هناك، مش الاحتياجات بتلقاه في حلتك هناك. رساله لجيش المكتب، احنا جيش الشارع ما عندنا معه شغال، جيش المكتب النقطة بتاعت المركزي دي، النقطة بتاعت المركزي تجمع بتاع ميليشيا، تجمع تاني بنعيد، النقطة بتاعت المركزي تجمع بتاع ميليشيا، بتجمع من الستين من غيره من غيره من غيره من صوبة من الأسري من السلمة من الصحافات من جبرة من العشرة من أبو آدم من الكلاكلة بيجوا بيتجمعوا هنا، إذا عندهم بقى هجوم على المدرعات قاعد يتجمعوا في الحتة دي. فيا أخي لا يمكن أحسبها بالكيلومترات من المدرعات ولا من باقي الوحدات العسكريه القريبه منك اللي فيها جيش يكون بعد المسافه القريبه دي وتخلي ليه الكنترول يكون عامل بالفظاعه دي للدعم السريع. الا لما انا متاكد جيش المكتب اخذ القرار ده الا بعد ما التصوير بتاع المره فاتت الفضيحه حتى انت تحركتها. وبنعيبك يا جيش المكتب، بنعيبك والله ولا بكذب عليك. الكلام ده توري تطلع انت، ده جزء من الاعلام الغائب، لانه انا موضوع الاعلام ده قلت لك يا اخي موضوع الاعلام ده تاثيره على المواطن، اطلع يتكلم يا شيخنا تقول تعلن الحاجه دي عديل، اي تواجد معاك مع الميليشيا في الاهداف الواضحه زي دي انت بيعرض حياتك للخطر، اديهم تحذير عديل كده. بعد ذاك الدار كورك وكولك، لقوك جاك صاروخ وجاك شيطان جاك رباعي جاك ثنائي، لكن انت لا دار تطلع من البيت وماشي بتحكي ليه مع المواطن، دي ما شغلتنا زول. ما عندنا ما هنعمل لك شنو يعني؟ ما انا بموت وانت قاعد، انا قاعد اموت يا زول، انت قاعد جوا بيتي وانا قاعد اموت، وقاعد مشرد قاعد اموت، وما لاقي الا ده وصابر ومحتسب، انت يا زول لا تشتغل اي حته اشتغلها ثاني بعيد من الدعم السريع، خليهم داري تاجر تجارتهم اللي امبارح دي بيطلعوا في السوق بدوك تلق حمار بدوك في تلق ليش شفت يعني؟ جبت الهوا لنفسك، تصويركم ده جاب لكم الركب، وخجل جيش المكتب عشان شنو يبين لك اخذ القرار. جيش المكتب متساهل معك؟ اه جيش المكتب متساهل معك، شاء طلعني دعامي طلعني قحاتي طلعني اي حاجه، جيش المكتب متساهل معك متساهل معك مستاهل متساهل معك غصبا عنك ومتساهل معك، متساهل معك عديل، متساهل معك بالواضح. ابتداء بالبران لحد قياده الاركان اللي اسمه منو ده؟ محمد عثمان الحسين الما نافع ده. تساهل عجيب منك. عندك الموضوع بتاع الاعلام اللي فترنا منه تكلمنا فيه اي مره، واستحملوا الكلام ده يا ناس وي. أنا والله كلام قلبي ما بلبته. الإعلام العسكري، الإعلام كل يوم بنحنس، أنت لما تعمل الحاجة الصح أنت قايل نفسك ده كريدت لي أنا مثلا، ولا كريدت للإنصرافي، ولا كريدت لأي زول بيتكلم، ولا كريدت لأي واحد بني آدم سوداني قاعد يطلع في الميديا بيتكلم، ده ما يا أخي أنا إحنا الكلام ده لما يقول لك حاجة مثلا ما بيمليك، ده شيء صح من البديهي قرار تاخذه أنت وتتكلم عليه. ما بعدين الناس يقول لا والله وفخورين وعملنا وانا حركته وانا بتاع، الموضوع ما شوف يا عزيزي، الموضوع بلد. ابى اقول لك اعلامك ده اطلع عندي تقرير
كل يوم للشعب السوداني، ده بسيط لأنه أنت الدولة ودي ماليشيا، ده استسهال يا أخي. يا أخي تنقيص المعلومات، أنا ما ساذج بقول لك مثلا أديني معلومات مكان تواجدك وين، لا أنا ما حمر ولا الشعب ده حمر، ولا في زول طالب منك معلومات اكسكلوسيف لعسكرية، لا ما في زول طالب حاجة زي دي، وبس بالمنطق يعني، أنا ما طالب حاجة زي دي، ولا طالب شغلك العسكري، ولا طالب نيتك بتاعت هجومك ولا دفاعك ولا غيره، أنا ما طالب الحاجة دي في الإعلام، أنا داير تنوير بالحاصل. أبسط مثال، أبسط مثال سألناه قلنا لك يا أخي موضوع جبل أولية. موضوع جبل أولية دي كويس، الميليشيا طلعت انت انسحبت بقرار تكتيكي يحترم منك، انت شفت في التكتيك العسكري شفت بالذات جيش المكتب، بس ما في اثنين ثلاثة في الموضوع ده، مشيت بعد ذاك عملت الصندوق وجيت عملت التفاف وركبت العدو، مبروك قدام الميليشيا طلعت وهي مهزومة، طلعت أدت معنويات لعساكرة، والقتال ده أنت تعلم إنه معنويات، بالراحة بالمنطقة يا أخوانا، ولا جوت معاكم ولا جوتوا معاي، ولا تقول لي بتتفلسف ولا تقول لي تورجق والكلام ده عشان ما نشاكل. واحدة واحدة، أنت عملت التفاف صندوق العدو ركبته في الجبل، صح؟ حلو، نمشي قدام. بعد ذاك حصل شنو؟ الميليشيا مهزومه هي مهزومه، مشت طلعت عبر متحدث رسمي بتاع اسمه الكلب الفاتح قرشي، طلع وجابوه في القنوات، قال قنوات الجزيره والعربيه بتاع قنوات مرئيه ومسموعه للعالم كله انه هذا الميليشيا سيطر على منو على الحته دي. الكلام ده بيصل اي دعامي ممكن، والدعامي ممكن تديه معنويات. انت كدوله متناسي تماما انه ارتباط المعركه، بالراحه ارتباط المعركه ارتباط مباشر، واكتب علينا النقطه دي لو سمحتوا، ارتباط المعركه مباشر مع المواطن السوداني. كيف يعني؟ الجامع السريع ده ما خايد معك حرب شريفه انه بيمشي معسكرك وبيستك في معسكرك بس لحد ما يبيل معسكرك ده يكون يقعد فيه، لا الدعم السريع ما قاعد يجي كده، الدعم السريع بيجي للمواطن نفسه، وبعد ما يقنع من المواطن ويفضل الباقي يدقوه يشيلوه ولا يعملوه بيقوم حتى يقرر يمشي على الجيش، وبعد ما مثلا يدق الجيش بعد ذاك ممكن تاني نرجع للمواطن. يعني انت قبل ما يجيك انت في معسكرك يا قوات يا مسلحه ويا دوله سودانيه بيجي للمواطن في المقام اللي. فواجب عليك على الاقل، لانه في بلاغات انت ما بتكون بتصلك، في انتهاكات وفي ناس بتكون محصوره وفي ناس بتكون محاصره وفي ناس بتكون ميتينه طالعه، دار المعلومه على الاقل عشان تتخذ القرار الصحيح. زول في خضم النار وزول ملكي لازم ياخذ قرار صحيح، فالقرار الصحيح ده بياخذه بناء على معلومه. ده الجانب الاول. الجانب الثاني وده اسمى الجوانب، الجانب الثاني موضوع القلت ليك الهسي بتاع شنو بتاع المعنويات. انت هسي الدعم السريع ده مش مهزوم، طلع قال يا اخي الفاتح رشيد قال وطلعه في القنوات قال انا يا اخي سيطرت على الجبل. انت يا اخي سالتك بالذي رفع السماء بلا عمد، قال بيمنع شنو في تقريرك اللي انت لك اربع يوم ده مختفي منه كدوله، تقول لي يا اخي انا صديت الهجوم في الجبل ده والامور طيبه ونتمنى من المواطنين عدم القلق وغيره وغيره، تديني التقرير بتاعك. يا اخي انا مش كنت بقول لك مرئي؟ مش انا شايف انت شايف المرئي ده صعب عليك؟ يا اخي انت ما عندك جيش قاعد ما بيقاتل يا اخي، انت عندك جيش في 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 مناطق امنه. يا اخي رسلوا له التقرير ده خليه يقولوا لنا صوره وصوت. الولايات دي ما امنه يا سياده العميد. يا الدولة، أنا ما حقول الجيش، يا الدولة، الدولة كاملة، يا الدولة. يا أخي ادونا واحد يقولوا لنا عديل يكون رابط قاشو ده ونظيف، رابط قاشو ده ومتغرسن وحقار وعيونه شرار، اطلع في صورة وصوت، ده المتحدث الرسمي بتاع القوات المسلحة، اطلع اضحك الكلام بتاع الميليشيا ذاته. أول حاجة بتضرب مصداقية اكتساب معركة، أول حاجة تضرب المصداقية بتاعت العدو. الشيء الثاني تدي معنويات. الشيء الثالث والأهم إنه المواطن اللي قلت لك القاعد في نصك في الجبل هناك على الأقل يا أخي يلقى معلومة ويتخذ القرار بناءً على حاجة دي، إنه في جيش حوله. أنت ما نازل ما في أسر قاعدة ومصندة معك في خضم النار دي، أنت ليه أنت هسه كده ما بتبيع يا جيش المكتب؟ أنت ما قاعد تبيع الناس طيب كده؟ ما هو أنا جنبك أنا ما أفهم منك حاجة، أكتشف اطلع برا اكتشف؟ ما حكتشف يا اخي. وانت تعرف سلوك الميليشيا، سلوك الميليشيا سلوك ابن كلب، ما يقولوا لك يطلعوا لك فيديو يجيبوا لك ودينا مساعدات ولا ما ودينا مساعدات، مساعدات بتاع ابوك، مساعدة شنو؟ والطمأنينة لما نجيب مساعدات وبتاع دي ده برضه تهاون من ده تهاون من جيش المكتب. الحاجة اللي بعديها حصل شنو في موضوع الجبل؟ شوف النازل بيدخلوك في حتة وين؟ والجيش قادر على انه يعني يضحض الكلام ده كله. اديك مثال، امبارح القريبه دي، امبارح
السيد ابو شوال جايب له تصوير المليشة عاملة لها تصوير بالدرون حول الجبل كده تصوير بمزاج زي الفيلم. الكلام اللي بتاعه انه شنو؟ انه يا اخي زيارة ابو شوطال الى منطقة الجبل. عرفت؟ الكلام ده مكتوب يوم 23. الحصل شنو بعد ذاك؟ الحصل انه قناة العربية نزلت الفيديو امبارح بتاريخ 24 على اساس انه الليلة. وهو الموضوع اصلا موضوع الجبل ده من يوم 21. يعني انت عندك 3 يوم بعد الميليشيا طلعت كلام كويس انت ما ردت عليها، 4 يوم وبعد حصلت اي حاجه ولحد امبارح دي هسه ما دخلت النادي في شكك انت. انت هسه الجبل معاك ولا معاك؟ دخلت الكلام ده وما في زول يقول لي يا اخي انت بتشوف اعلام الميليشيا. اقول المواطن ده بقى واعي شديد ما شاف اعلام الميليشيا. عدو ده ما شافه، لانه العدو ده بيجي للمواطن ده ذاته قبل ما يجي للجيش. بيكون شاف فتح العربية لقى الخبر ده. العربية عربية ذات خبيثة جابت الخبر يوم 24. هو ده امشي كلكم افتح العربية المنشورات راجعة في يوم 24 نزل الفيديو اللي هو منزل الدعم السريع نزلته يوم 24 قناة العربية يوم 23 نزلوا الدعم السريع عن الجبل. داخل ده ما استهوان، دي ما معنويات للعدو، كأنهم انهم خلاص عاملين ستلمنت في الجبل امورهم طيبه. وطوال الميليشيا الليله نزلت شنو؟ نزلت يا اخي نزلت لها قالت انه جايبه معونات للمواطن مبادره محمد حمدان زقلو. انت بتلعب ولا شنو يا زول؟ انت دائما يا اخواننا وقسما بالذي رفع السماء بالعمد، هذه القوات المسلحه قويه لدرجه انت ذاتك، والكلام ده ما ساي ما معنويات، اقسم بالله العظيم هذه القوات المسلحه قويه بعزم الرجال وعزم الابطال وبالامكانيات. ها تاني في شنو تاني؟ التهاون فوق شنو يا جنى؟ التهاون فوق شنو؟ قرا اقول لي ليه انت بتدي النفايج بتاعت العدد ده تخليه انه بتوحي للمتلقي انه هو اقوى منك وهو ليس بذلك. انا ده منطق، ده ما تحليل ولا ورجق ده منطق. انا سرعت ترك اسي لما ترجع لايفيز تراجع تاني بتلقى كلامي منطقي يا اخي. في خلل هنا في النقطه دي، متساهل معاه ليه في الحته دي؟ اضحك كلامه ده عشان دي معنويات لك ودي معنويات لمواطنك، وده تطمين لمواطنك انت الصابر المحتسب معك بعد الالم. الناس هسي بيقول لك البلابس ما بلابس يا زول، انا هسي ارتباطي بالحرب دي ارتباط مباشر. أنا فقدت ما فقدت من أهل، فقدت من غيره، فقدت من ممتلكات أنا شخصيا. وصابر ومحتسب وغيري آلاف من السودانيين ديل، أغلبية السودانيين فقدوا. ده ما عنده علاقة بلابس، أنا دار أتشفى صدور، دار أتشفى صدري في الكلب ده اللي اسمه الدعامي ده، فأنت بتتسهل معه ليه؟ بتدخل الناس في المعنويات والمعنويات ليه؟ بتدخل الناس في حجب المعلومات اللي هو ممكن تضر بها جوا المعركة وجوا بيوتها ليه؟ ده واجب عليك. هسي تاني بعيد يا قوات مسلحة الله يرضى عليكم يا دولة سودانية، ما المانع في انه التقرير العسكري اللي هو تقرير انا تاني بطالب، ما بقول لك وريني طياراتك، ما بقول لك وريني تحركاتك، ما بوريك تقول لي يا اخي اديني معنويات حساسة ولا اديني معلومات حساسة، لا انا داير تنوير منطقي تدرسه يكون عندك اعداد عديل في التوجيه المعنوي، يطلع كلام مبني على واقع بترد فيه ادعاءات المتمرد اول حاجة، وبترسي وبتطمن وبتوري مواطنك الصابر المحتسب معك، لانه ارتباط المعركة مباشر معه. حتى ولو ارتباط المعركة ما مباشر مع المواطن، قاعد يحصل شنو؟ قاعد يحصل شنو في الموضوع؟ قاعد يحصل تنوير في اسرائيل دي، في اي حروب دي كله every two hours عندهم شنو؟ عندهم مؤتمر بورو الحاصل شنو؟ انت ما بتعمل الحاجة دي استسهال منك، ما عندها تفسير ثاني يا جيش المكتب. لا يمكن اعلام الميليشيا يكون طاغي على اعلام الدوله لاي سبب إن كان، لا يمكن. ولا يمكن تقول لي يا اخي الجيش، الناس بيجي يقول لي الجيش حارب والله يصور لك، لا في اداره اسمها اداره التوجيه المعنوي داخل القوات المسلحه. ده ممكن عنده حلين، يا يكون اعلامي بحتي مراسل حربي عديل، يا يكون شايل سلاحه يصور. احنا شايل سلاحه يصور ده ما اصلا ما عندك مشكله، انت ما تجي الشارع ما عندنا فيك كلام. توجيه معنوي ده تقريرك ده مكتوب ارساليه من القائد، يديك تلفون تسال الوحدات العسكريه دي كلها ترسل لك برقيه ديلي عشان اخر اليوم زمن محدد تدي واحده من الضباط، واحد من ضباط القوات المسلحه في ربوع السودان كل واحده في الولايات الامنه، اطلع صوره وسط صعبه دي من اي فرقه من السودان، اطلع صوره وصوت نعتمد ده. هذا المتحدث الرسمي نبيل ذاته لو قاعد برا الحاجه دي تبقى مصيبه، لو انت قاعد برا في الولايات الثانيه وما قاعد تديني التقرير وباخليها مديني بصوتنا دي وتختفي 4 ايام وتختفي 5 ايام عادي.
لا يعقل الكلام ده يا اخواننا. فترنا نقول لكم الكلام ده، والكلام ده ليس بفلسفه. يا جيش المكتب، يا جيش المكتب، في مناشده، وانا ما دار اخش الشان العسكري، انا دار اقول لك منطق. نسأل الله أن قراراتكم الجاية يكون فتح الجبهات في دارفور، لأن دارفور ارتباطه مباشر مع معركة الخرطوم. الدعم السريع، الحدود بتاع دارفور كلها عبارة عن 700 كيلومتر، 700 كيلومتر متآخمة على الحدود السودانية مع دارفور وانت نازل. 700 كيلو دي أنا ما قلت لي خدت لي دبابات على 700، لا لا، تخلي الكنترول الان في يد عبد الرحيم دقل في التعيين وغيره، وخاطبنا وعيننا والكلام ده، دي اسمها تتساهل مع العدو. الان جيش المكتب تاني بعيد لك، انت متساهل مع العدو يا اخي. الموضوع اذا عندك تكتيك عسكري، اي تكتيك عسكري، نقول لهم الكلام الواضح، نقول لكم الكلام الواضح. سقوط اربع فرق بانسحاب بغيره، في النهايه انت قاعد وقاعد محلك بغض النظر عن الاسباب، سواء احترمتها ولا ما احترمتها. في القوات المسلحه، اي قوات، اربع فرق في ظرف اسبوعين، this is shameful. بكلام الجيش shameful. انا ما بنتقص في اطلاقا عشان ما يتشابه عليك البقر، لا انتقص من مجهودات وثبات الابطال، لانه لو منتقص منهم كان من اول يوم، ابتداء بجودات وابتداء باللي وياسر وبابطال الفرقه 16 في نيالا، 7 شهور مصنددين وداقينك وقفشلك وخسروا الميليشيا دي الاف من المقاتلين. اصلا كلامنا ما لجيش الشارع نهائي، كلامنا للمتساهل الفوق. اختم لك بالكلام ده، شنو هسي الفرقه 20؟ الفيديو المنزله الميليشيا تاني، منزله اللي قالت اسرتهم الضباط والعساكر. هل تعلم انه بعد الانسحاب التكتيكي، ولا بعد الانسحاب اللي قالوا لهم، ولا التقديرات العسكريه، المتحرك الطالع من الضعين مشى عمو له كمين على بابانوسه، قريب لي بابانوسه، وجاء اعتقلوا منهم ناس. ده في شيمه الغدر، معهم الكلب الناظر اللي قال احنا تكلمنا مع الجيش وما عرفوا، انسحبوا القوات المسلحه، انسحبت الميليشيا. لا عندها دين، ولا عندها شرف، ولا عندها منطق، ولا عندها عهد، ولا عندها اي حاجه. ده ما سبب كافي هسي ليوم الليله مشى دقيت اول يوم الضعين، ثاني تمشي تفتح جبهه وتركب وتحرك فرقه من بابانوسه، تجي تركب الضعين دي وتدمر الحاميه وتركب اي دعم يجي الضعين. ده اسمه ده البي باك اللي بتكلم عنه، لكن انت قاعد. بس لو عينت للموضوع انا حكون صادق وواضح معك والله، لو عينت للموضوع باوفر فيو يا 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 جيش المكتب، وجينا خدينا جيش الشارع ده في كفه، جيش الشارع ده بعيدين من اللاكوك بتاعكم ده كله. جيش المكتب لو قعدنا انا وانت هسي، انت السيتويشن بتاعك شنو؟ السيتويشن بتاعك انك قاعد تستنى العدو يقرر يقول لك انا قرعه وجايك، وبعد ذاك تظل تدافع. ده الواقع، واقع في الولايات الثانية، انك بتستنى العدو يجيك ويدعم نفسه ويظبط نفسه عشان يجي يهاجمك، يرجمك، بعد ذاك انت بتقول لي يا اخي حصل تقدير عسكري حتى انا انسحبت، ولا حصل وريب الاسباب اللي بتذكر دي. ما في باي باك. افتح جبهة في دارفور دي، ضيق عليه في نيالا، افتح ضاقت على نيالا، ضيق عليه بهناك، ضيق عليه في الجنينة، بعد شوية حيلقى لا يعرف يمشي نيالا ولا يمشي الضعين، ضيق عليه في زالنجي هناك. يا اخواننا يا اخي، أنا بجد أتمنى من الله سبحانه وتعالى كل يوم إنه انتصار ملموس، أنا أثق في الانتصار، ما في 2-3، انتصار ملموس. الآن يطلع الجيش ده يقول لنا جبت الفرقة دي وقعدت فيها وخليت دعامي ابن كلب تاني يجي ماشي فيها. جبت الحتة الفلانية، أفتح الجبهات دي، لأنه جبهة دارفور بالذات تأثيرها على السودان كله. لأنه أنت قبل ما أنت قاعد جوا معسكراتك كان بيعمل العمال دي، بجيب سلاح وغيره، هسي المانع شنو؟ إنه يشيد مطارات ويعمل وبعدين العدو أنت بتطمعه فيك، ليه ما تطمع العدو فيك؟ ما تستنى يا زول. إذا أنا ما دار جيش المكتب ما دار أظلمك، إذا في قرارات الأيام الجاية بتاعت إنك دفع الثمن، اسمه معارك دفع الثمن، معارك الاسترداد، تمشي هناك تفتح جبهة دار فوردي بل من طرف، لأنه لو استنيت حيدفع الثمن ده، هندفع الثمن نحن ديل. الداعي يتمكن وعبد الرحيم يعين ويعيش في الارض فسادا واموره طيبه وبتاع، ده كلام فارق. اذا في الايام الجايه ده قرارك، نتمنى انه تسرعه. بس انا ما عندي كلام ثاني اقدر انكر. عرفتوا؟ آه
احمد عبد الكريم اتكلم عن السفارات السودانيه. السفارات اتكلم اقول شنو يعني، اتكلم اقول شنو عرضنا هو ده. اتكلمنا المره فاتت عن شباب الهندي ما فيزول يشتغل بهم، اتكلمنا عن شباب مصر ما فيزول يشتغل بهم. انا مع السفارات دي ما يعني، انا يا اخوانا انا خلوني مع عشان العسكري عليك الله. انا الحاجات دي قاعد تقطع القلب ذاته. في اصحاب مبادرات في التيك توك، في ناس قاعد تعمل مبادرات، في مشاهير، في غيره في غيره. الحاجات دي احنا خلونا على كلام الحجب من افهمها دي بس. هسي كلامي ده اخواني لما تراجع لاي بي تاني بدل تكتب لي ورجع ورجع ولا تقعد تسبني عشان انا بسب لك، ما حقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ببين لك، لقيتك كاتب لي ببين لك، لقيتك كاتب لي هسي برجع براجع التعليقات، لقيتك كاتب لي كلام شين بركبك والله، بخش لك حسب سب لك من جدك لحد جدك الاخير، ما عندي اي بلاغات عشان ماشي معك الحبيب. لكن هسي انا بقول لك الكلام ده مش الحاجه المفترض تتعمل. ان شاء الله تتعمل، ونسأل الله أن ربنا يجازيكم على صبركم، ده خير، ده امتحان بالمناسبة دي. ربنا يجازيكم الخير، ما عندي حاجة أقدر أقول أكثر من كده. وجيش المكتب تعبتنا وحشيتنا وقشيتنا ورشيتنا، ولا بكذب عليك، وكلنا ثقة في القوات المسلحة السودانية، وكلنا أمل في القوات المسلحة، والتضحيات دي محل تقدير. عشان كده جيش المكتب وجيش الشارع، جيش المكتب ده كلمة ما بنرضى فيه ولا بنكذب عليك ولا بننافقك ولا غيره ولا غيره ولا غيره. جيش المكتب حشيتنا وقشيتنا ورشيتنا، بليتنا عديل يا برهان، بابتداء بالبرهان ده مش رئيس مجلس السيادة، حشيتنا وقشيتنا ورشيتنا. إذا الخلل ما فيك، إذا الخلل في تحتك شيله يا زول، وإذا الخلل فيك أنت كبرهان الجيش ما يشتغل بك. أنا عديل كده القاعد الفوق جيش المكتب ده، إذا الخلل منه الجيش ما يشتغل بك. مش ده في ورقة أول في فرقة أوائل تاني، أخذوا القرار يا زول، دي دولة يا زول. هسه ما في اثنين ثلاثة ولا في ديس كلام زي ده يا زول، ولا دي فلسفة ولا تقول لي عدم احترام وبتاع. هسي كلامي ده مش بالنسبة لك منطقي. أنا مش سألتك قلت لك يا أخي أنت الشكل العام بتاعك هسي أنت عامل كده، أنت بتستنى تمشي تقعد تستنى لحد ما يجيك، لحد ما ياخد جرعة، لحد ما يا أخي الدعامة قاعد يعملوا كوميكس، بس قاعد يعملوا لكم كوميديا إنه الجرعة جات وينه. ها ولما نعتمد الموضوع ده تخيل شو هذا الحرام ده، دولة جيش عمره 100 سنة كفاءة ومرجلة وقوة وأي حاجة. الجيش ده من قدم الزمان، خش جوجل ده بس خليك من انك تبحث عن مصادر، شوف المهام اللي كان بيعملها فيها كان بتعملها القوات المسلحه. الجيش ده كان بيمشي لا جزر القمر هناك، لا جزر القمر هناك بيعمل لهم مهمه خاصه، بفيك اجانب والله، بفيك اجانب والله العظيم. ده الجيش عمله والله، الجيش السودان ده عمله حرب الخارج، حرب المعارف، وين حرب البكسيك، حرب حرب الراستات في الدوله دي يا زول. ماليش تسعلوك ولا شنو انت يا اخي، جيش المكتب بتحسسني انه العدو ده دار تخليه اقوى منك باي طريقه، وهو ليس بذلك يا اخي. دارفور اربع فرق، الاربع فرق دي الليله المفروض اخر فيديو جابته الميليشيا في غدره دي، ناس منسحبه باتفاق بغيره بغيره بغيره، ناس طالعه مشيت عملت لها كمين. انا دي ده عرض الجيش. انا مفترض انا اكون اسي بابونوسه دي بتكون بتغلي كده، جلالات فوق اقرب حته للضعين دي بابونوسه، اشيل بابونوسه دي كلها وامشي هناك بل من طرف. صح ولا انا غلطان؟ نسال الله انه يا جيش المكتب اذا قرارك الفتره الجايه وده المفترض يتعامل، انه عندك ال ال الاماكن اللي بنتكلم عنها اللي هو في دارفور دي تبدا فيها مرحله الباي باك، معركه الاسترداد، انه اذا في القرار في الايام الجايه نتمنى تسرعه. والله المستعان. اما بالنسبه ثاني الشينفول لما نسمع ناس العباسيه لهم اسبوع بيصرخوا بقول لكم محاصرين، شينفول والله ما بتفهم، ما تشرح لي الفهم شنو؟ انه ليوم الليله والدعم بيخف من هنا وبيخف من هنا، وبيجي بيقول لك عمل لي التفاف ثاني، الدعم السريع في ابو حمامه، في مجمع الرواد، في غيره في غيره، الدعم السريع يقول لك في العشره لسه في ناس في متاع، الدعم السريع في ام درمان ذاتها بعد اسبوع ادم هارون. انت ليه انت محسس ناس اسبوع ادم هارون انتهى؟ خلاص شهر العسل بتاع ادم هارون انتهى؟ دار ترجع للابره؟ مرفوض، ما الابره دي قاعد حشبها انا كمواطن. صح ولا انا غلطان؟ لكن بعد مقاومات النصر دي كلها القى افتح القى ناس النايب يرسلوا بلاغات وبيصرخوا، ناس المورده والعباسيه والعرضه بيصرخوا يقول لك الليل الدعامه عملوا والدعامه سووا والناس محاصرين، الناس جوا السوق والفتحات محاصريننا. يا زول انت يا زول ده كلام شنو؟ ده ما كلام يا زول. نسال الله انه انا بجد ندعي ربنا انه نسال الله في الايام الجايه دي نصر محسوس وملموس. نسال الله انه يرزقنا نصرا محسوس وملموس ان شاء الله في منطقه واحده، استرداد المنطقه وتم طرد الجنجويد. ده العربي الواضح كده بمتحدث يطلع لنا صوره وصوت. وليه قدام؟ الله يعينكم وربنا يصبركم. تاني كمواطنين ربنا يعينكم وربنا يصبركم.
السلام عليكم يا اخوان.